هذا السائل يقول نحن كأئمة والدعاء عندما ننتهي من الصلوات نقرأ على الناس من كتب أهل العلم أو نلقي الدروس والمواعظ ونبادر بذلك بعد التسليم بوقت يسير، ونجد من بعض المصلين هداهم الله اعتراضا علينا بحجة أن هنالك من يقضي ما فاته، فيقول إن هذه القراءة أو هذه الموعظة تشويش على المصلين وهذا محرم، فما توجيهكم لنا سلمكم الله؟ ويذكر أيضا يقول وما هو مقترح بعض الكتب النافعة للقراءة بعد الصلاة؟ هذا بالحقيقة مخدر، هذا مخدر ومتح، وتذكير المصلين بعد الصلاة هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يذكر أصحابه وكان يتفقد أصحابه، وهذا واجب العلم، ليس واجب العلم أنك تصلي هذه الصلوات بمن حضر فقط ولا تتفقد الغائبين، تسأل عنهم، تزور المريض منهم، تذكر المتساهل، يحتاجون منك إلى علاج وأنت إمامهم، ما هي مهمة الإمام أن يصلي الركعات ولا عليه منك، لا، فقدوا ينصحهم، ومن ذلك أن يقرأ عليهم من الكتب المفيدة، كتب المفيدة مثل كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، مثل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، يقرأ عليهم ولا يطيل عليهم القراءة، لأنهم أصحاب أشغال وأعمال فلا يطيل عليهم القراءة، فيجمع بين المصلحتين التخفيف عليهم والموعظة، وهذا شيء لا يأخذ وقتا وفائدته عظيمة.